يمكن ضعف النت بكلس تقريبا كده يا ما بعرف. تعذرت شوية قبل ما فتحت، رجعت فتحت الرابط. طيب هلا نحن خلصنا المثال هذه خالص، طلع معنا اوني تا اكسي اوني كي اشتر صفر، بعدين نقلنا الاوني كي نقص اوني كي للطرف الثاني، طلع معنا تا يساوي اوني كي. هاي بالرياضيات خلصنا من هذا المثال. طيب نرجع كمان من هالمثال ثاني بالكتاب، كمان بنفس الصفحة، صفحة 81، صفحة 81 سؤال رقم 5. كمان خلينا نخلص من هذا السؤال تبع 100 عشان ما يضل عنا مشكلة فيه. تمام. يمكن بشكل عام بكل هلا صار في أزمة إنترنت. طيب هلا بدنا نقرأ أول شيء سؤال رقم 5. بذكركم بأنه الجا إكس بناخد معه الساين، والجا ليا بناخد معه كوساين. هي أول شغلة. الشغلة الثانية، شو في عنا كمان جديد، شيء جديد بهالمسائل هدول تبع الميل نوعا ما. إيه وكلمة دنجدة يعني كمان تكتبوا عليها دنجدة، يعني الإف نت أشد من صفر كمان. طيب هلا بدنا نحل رقم 5. سؤال رقم 5، صورة المسيز. هي أول كلمة حلوة هيك حبيناها كثير. صورة المسيز يعني اف اس يوك، اف اس ما في. طيب هي اسم صورة المسيز يعني اس اف اس ما في عنا. هلا صورة المسيز بعدين بيقولنا السيستم ده ام 1 وام 2 وام 3. يعني شوفوا في فرق هالرسمة هاي مع الرسمة اللي فوق، يعني تقريبا نفس الموضوع، يعني نفس الشيء، بس اللهم الميل يعني بيشبه كتير. يعني في عنا ثلاث كتل هون، في عنا ثلاث كتل هون، في عنا مثل حيط هون، في عنا حيط، بس التحتاني حيطه سيوي، هذاك حيطه ميل، وهكذا. يعني بيشبهوا بعضهم، بنفرق بالساين والكوساين بس. طيب صورة المسيز ما في سورتون، ما اف اس ما في. بنقول عنا الام 1 هي 4، بنحطهم هون المعطيات، بنحطهم هون ام 1 تساوي 4، والام 2 4 كمان، ام 2 4، وال ام 3. حدا ممكن يحسب لنا الار سيستم، لانه هون راح نحسب ال، اللهم صل على النبي، ال R system، هون مضطرين نحسب ال R system. شو ممكن يطلع معكم؟ احسبوها M3 يساوي 2. اللي بيقدر يحسب ال R system هون بيكون يعني فهمان جدا 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 الدرس هذا، أو البلوم هذا، البلوم يعني كثير احترافي. طيب يا أستاذ واحد، هذا واحد R system واحد. طيب بس هي العملية أبد بهمنا كمان العملية كيف صارت وكذا وكيف عوضته. طيب هلا ال M3 يساوي 2، بعدين عنا ال G كمان إذا بتلزمنا تساوي 10. إيشو كمان بلزمنا هدول؟ هلا والسينوس اللي طلعوا إيش هيكون هون؟ ما أحلى يعني من كتر ما هو حباب كتير. قايلكم إنه أنتم بس بلزمكم الساين بس، يعني من كتر ما هو أكابر اللي حط هذا السؤال، قال أنتم بس بلزمكم الساين. يعني لك ذاتا يعني اني مثلا الكاتبين سؤال مفكرين حالهم انه بمنن علينا، ذاتا اذا جابوا لنا الساين والكوساين نحن بنعرف وين راح نستخدمه. الجال اكس بناخذ معها الساين، والجال يا بناخذ معها كوساين، وانتهت القصه. يعني ما هي قضيه. هلا سينوس 30 يساوي 0.5، 0.5 تمام. هلا بده منا طلبين. الطلب الاول، الطلب الاول بده منا الـ R system. شو ايش عرفنا انه هو طالب منا هيك؟ طلعوا ايش هم كاتبين؟ سيستمين افمسي. استاذ انا ما بعرف معنى افما. لا الافما مو اخذناها ابت يا معاويه. كتاب واحد يساوي 16، 3 2 يساوي 12. طيب بنشوف الله بالحساب ابت شكلها. هلا السيستمين افمسي هو الـ R، شو عرفنا؟ مثل ما تعودنا الافما يعني R. هلا بدنا نحسبها، شلون كنا نحسبها؟ كن بما انه ما في صورة ما، بنروح نقول اف نت هيك، اف نت
يساوي ام تشارب ا قفمت اشتر ام تشارب ا. بعدين طبعا هون بما انه في عندنا ايف ما وما ايف ما ودول شغلات، يعني في عندنا حركه، وبالتالي هون ما هنساكنت هدول، هدول اللي راح يتحركوا باتجاه الاقوى. مين الاقوى؟ مين اللي تقله اكثر؟ اكيد هاي تقله اكثر، هيدا تشدهم لكلهم هيك لتحت. هلا نجي على الار سيستم. تمام، هي حطيناها الار سيستم. تمام نيسا، ايه هلا اف نت يساوي ام شارب ار. بعدين بنروح نشوف الاف نت ايش في مؤثر على هون عندي على هذا السيستم. بدي تركزوا هون بهي الشغله، لانه هون هي الشغله اللي عم نتم ناجل فيها لحديت هلا اليوم. خلينا نركز فيها شوي. طيب بنركز قبل حمزه تشكل هذا المبير تشكيور. هلا بدنا نعرف مين اللي عم بأثر بهذا السيستم. ركزوا معي، اللي عم بأثر عليها هي هي بنسميها جا اكس. افندم عباده اللي نقدر استاذ افندم. هلا ام 1 4 وام 2 4 وام 3 4 استاذ، هلا هي بدنا راح نطبقها على قاعده الاف نت ام بي اه صح استاذ؟ ايوه طيب استاذ، هلا هي بس القاعده استاذ، هلا ام يعني استاذ نجمع الاربعه والاربعه والاثنين ايوه بنجمعهم ونضرب بالآ ولا بيطلع معنا. استاذ، بعدين استاذ شو بنعمل استاذ؟ هلا بنحط بس اف ان اف نت تساوي 8 10 ضرب اه ايه مثلا اف نت، لا هلا هون اف نت بنعوض محلها شغلات، الاف نت هون بنعوض محلها، يعني نشيل الاف نت بنحط بدلها هلا شغلات ثانيه اللي هي هلا برسمهم هون على اه تمام الرسم. هلا هون شوفوا مين مأثر على السيستم. اول شيء اف اس ما في، سورتون مايو سورتون ما في. طيب الجا بير اكس، الجير بي اكس ليش حطينا بير؟ لانه هو للكتله الاولى. ليش حطينا اكس؟ لانه قلنا الثقل هو صاير لتحت، في له بلا اكي بلا شان، واحد على الاكسات وواحد على الوايات. الوايات هون ما بدنا اياه، بدنا ناخذ الاكسات. وبما انه اخذنا الاكسات بنقول الاكسات يعني معه الساين. خلاص هدول اللي من كتر ما لازم تعيدوهم، يعني لازم تحفظوهم. الاكس ناخذ معه الساين، وهون كمان رح ناخذ كمان الاكس لانه استاذ، هون والواي كوساين مو او الواي كوساين. هون كمان رح ناخذ كمان الاكس لانه هاي صايره كمان على محور الاكسات وليس على محور الوايات. هاي تمام. هلا طبعا اغلب الاحيان دائما يعني نستخدم جال اكس، الجاليه قليله تجينا. شوفوا اذا اجاتكم سورتون ما تستخدموا الجاليه، اذا ما اجاكم سورتون ما راح تستخدموا الجاليه. وهون سورتون ما سيس يعني ما في جاية، هون بس جا اكس يعني بس ساين، استخدموا الساين. هلا نتفق على الحركة وين اتجاهها. شوفوا هاد 2 كيلو وها 4 كيلو وها 4 كيلو، هاد ما له علاقة بالياقة، هاد الفوقاني بيرك لحاله وما له شيء. هاد 2 كيلو هاي 4 كيلو، اي اكيد هي من 4 كيلو هي بدها تشدهم، معناتها الحركة هيك صاير اتجاهها هيك. وكل شيء مع اتجاه الحركة ناخده موجب، وكل شيء عكس اتجاه الحركة ناخده سالب. مين مع اتجاه الحركة؟ هو جا واحد اكس، معناتها بنحط هون جا واحد اكس بناخده موجب. استاذ ليش ما حطيت زائد؟ طيب العدد اللي ماله اشارة اشارته زائد. هلا بنحط ناقص جا ثلاثة اكس، ليش اخذناها ناقص؟ لانه عكس اتجاه الحركة. فبنحط جا ثلاثة اكس، ايش هي 3؟ هي رمزة، رمز الكتلة رقم 3. ايش هي الاكس؟ يعني ثقل البلاشان الاكس تبعه. ايش التر ام شارب ا؟ مرو بنعوض ايش في عنا كتل، بنجمع ام 1 زائد ام 2 زائد ام 3 زائد ام 3، وبعدين بنسكر الاوس ونضربها شارب الا. تمام تمام شارب اه. هلا مين المجهول عندي؟ هو الا. هلا بدنا نروح نعوض جا واحد اكس. جا واحد اكس هو ام واحد شارب جا صغيرة، يعني شارب الجاذبية الأرضية شارب ساين. ليش يا أستاذ حطيت الساين؟ مو اتفقنا إنه الجا اكس بتاخد معنا دائما، بتاخد معها الساين. طيب
هلا عم نعوض رموز لسه. ناقص جت 3 اكس، مرو بنحط بداله ام 3 تشارب جا صغيرة، تشارب جا صغيرة، تشارب السينوس ال 30. بس ليش حطينا هون السينوس؟ مو انت حطيت إيه؟ تمام. وهي مو كمان جا اكس كمان راح ناخذ معها السينوس. سينوس 30 اشتر، نجمع مع بعضهم على السريع بيطلع معنا 10. ام 1 زائد ام 2 زائد 3 بيطلع معنا 10، 10 تشارب. اه هلا نروح بنعوض. هلا الام 1 4، 4 ب 10 40، 40 ب 0.25. بس ايش عم تعمل؟ ايش هذه الحسابات؟ انا ما بعرف، روح حط لي اعداد واضرب لي اياهم ضرب قدامي. تمام، هاي 4 ضرب 10 ضرب سينوس يعني ضرب 0.5، وما في احلى من 0.5، لان 0.5 هي يعني نص، فبتقولوا مثلا نص العشرة او نص الاربعة وهكذا. ناقص ام 3 هو 2، 2 ضرب 10 ضرب 0.5. تمام، اشتر 0.5 اشتر 10. اه اظن لهون ما في مشكلة. الله، جينا على الرياضيات. طيب هلا عندنا هون نص، بتحبوا تاخذوا نص العشرة تقولوا 5، 5 ضرب 4 20، بتحبوا تقولوا نص الأربعة 2، 2 ضرب 10 20، صح؟ تمام. الاف نت عوضنا بداله قوتين، هو جا 1 اكس وجا 2 3 اكس. الاف نت عوضنا بداله من هدول. هلا بنجي بنقول نص العشرة 5، 5 في 4 20، بنحط هون 20 ناقص. بتحبوا تقولوا نص العشرة 5، 5 ب 2 10، بتحبوا تقولوا نص 2 1، 1 ب 4 10 10. يعني من وين ما جيتوها بيمشي الحال. اشتر 10 اه. بعدين الطرف الثاني هذا بيصير 20 ناقص 10 بصير عندنا 10، 10 يساوي 10 اه. تمام، 10 يساوي 10 اه. هلا بنقول الحر عن المقيد، تمام، اي صارت يعني كثير استخدمناها هاي، او بنقسم امثال المجهول يلي بدكم. 10 على 10 يساوي 1، ابد طلع معكم الجواب هو 1. 10 على 10 يساوي 1، 10 على 10 يساوي 1. هلا بدنا نشوف كمان، شو في عنا؟ 10 على 10 يساوي 1. لا دو كان براء معنا، عزيز اللي عمر يمكن معنا، هذا مش موجود، يمكن قطع النت عندهم. تمام، ايه أستاذ، افندم جنب. أستاذ بالآخر طلع معنا هون 20 ناقص 10 يساوي 10، أستاذ شو ضربنا؟ وين هلا؟ هون 20 ناقص 10 يساوي 10 خالصة. إيه أستاذ، بس أنا قصدي إنه شو عملنا بالمعادلة اللي فوق ال 20 ناقص 10؟ تمام، نرجع لحين المعادلة تبع فوق 20 ناقص 10. شو سويناه؟ في عندنا هون 4 ضرب 10 ضرب 0.5. اتفقنا انه 0.5 هي يعني نص، بنقول نص العشرة 5، 5 في 4 20. والطرف الثاني هون كمان بنقول نص العشرة 5، 5 في 2 10، بيطلع معنا المعادلة هاي. بنقول 20 ناقص 10 تساوي 10. بعدين بنقول الحر عن المقيد، بيطلع معنا جواب النهائي 1 متر دولو ثانية قرأ. هلا خلصنا من الار سيستم. تمام استاذ. هلا هذا الطلب الأول شباب، بعدين راح نروح على الطلب الثاني، بس علشان نروح على الطلب الثاني مضطر أمحي الشيء الموجود على اللوح على الشاشة. بس بدي أعيد الآ، بدي أكتبها الآ تساوي 1، لأنه راح تلزمني. هلا الآ تساوي 1 طلعت معنا، فبدي أفضي الشاشة كلياتها وأكتب هون طلعت معي الآ تساوي 1، لأنه راح تلزمني هلا بالطلب الثاني. هلا بالطلب الثاني طالب مني إنه أحسب تا 1 وتا 2. مثل ما اتفقنا لما نجي نحسب التا بدنا نكب كتل كلياتهم، نعيد كتلة واحدة منهم. هاي التا واحد طلع على مين؟ قريب على هاي، فأنا راح أكب هاي الكتلة وراح أكب كمان هاي الكتلة.
أحكمهم لهذول ثلاث معاملات شكلها. طيب فبينما انه كبينا الكتل هدول، ضل عنا هاي الكتله. هلا انا نركز على الكتله، هاي الكتله مين بأثر عليها؟ بأثر عليها جال اكس هيك، يعني جاي واحد اكس، هاي جاي واحد اكس، وعم بأثر عليها تا واحد لفوق هيك، هاي هيك تا واحد. هاي اشارة راح تكون ناقص، هاي اشارة راح تكون زائد. ليش؟ لأن الحركة هيك صايرة. شلون عرفنا؟ لأنه هاي 4 كيلو وهي 2 كيلو، معناتها هي 4 كيلو أثقل، هي لتجرون لتحت، وكل شيء مع اتجاه الحركة بناخده بوزيتيف، وكل شيء عكس اتجاه الحركة بناخده نيجاتيف. هلا منقول اف نت، هيك بنكتب اف نت ايش التر، اف نت ايش التر، ام شارب ار، ام شارب ار. الاف نت مين هي؟ الجا واحد اكس، جا واحد اكس طولت ام طلعت معنا كام؟ طلعت معنا 20 ناقص تا واحد ايش التر، ام واحد، ام واحد. استاذ ليش اخذنا الام واحد؟ طيب نحن اتفقنا كبينا الكتل البقية وعرفنا الام واحد شارب ار. هلا مرو بنعوض محلاتهم، جا واحد اكس بنعوض محلها 20. ليش؟ لانه ام تو طلع معنا 20، ما في داعي نرجع نحط هون 20 ناقص تي واحد ذاتا مجهولة. انا بدي احسبها ايش التر، ام واحد عندي اياها 4، شارب الا طلعت معي ام تو قلت لكم راح تلزمني طلعت معنا 1، 4 ضرب 1 4. بننقل ناقص تي واحد لهذا الطرف وبننقل الاربعة لهذا الطرف، فإذا نقلنا الأربعة لهذا الطرف بصير عندنا 20 ناقص 4. أستاذ ليش أخذت ناقص؟ قال لأنه كانت إشارته بهذاك الطرف زائد، إذا ننقل على الطرف الثاني بصير ناقص. هلا 20 ناقص 4 إيش التر؟ تي واحد. أستاذ تي واحد إشارته ناقص، وين نسيت الإشارة؟ جنب بنم، التي واحد كان إشارته ناقص بهالطرف، بس لما نقلت للطرف الثاني مو بتغير إشارة. طيب 20 ناقص 4 يساوي كم؟ 16. وإلى ما 16، معناتها التي واحد طلعت معنا 16. شو الوحدة تبعيتها؟ النيوتن، نيوتن 16 نيوتن. خلاص طلعت معنا 16 نيوتن. خلصت. هلا لسه في عندنا التا اثنين، التا اثنين نفس الموضوع، بنروح بنكب الكتل وبنعيف كتله. استاذ تمام، يلا خلينا على هاي الكتله اللي انت حطيت عليها جنون، هاي حسبنا عليها التا واحد، ما بنقدر نحسب عليها التا اثنين. التا اثنين وين والتا واحد وين؟ التا اثنين على اليمين، لذلك بدنا نفضي الشاشه دحين، نفضي الشاشه ونروح نكب هاي الكتله ونكب هاي الكتله، بصفي عنا هاي. أستاذ، افندم أستاذ العشرين جبناها من محل ما حسبنا الآ. ايوه، من لما حسبنا الاه اضطرينا نستخدم الجا واحد اكس، لذلك طلعت معنا 20 بتذكر، فعوضناها مباشره هون تمام أستاذ، لانه مو انتو تمام. حسبنا. هلا هون جا 3 اكس، هي عم بتاثر عليها لهي الكتله، واللي عم بتاثر عليها كمان هي هيك 2 هيك لفوق. يلا هلا بدنا نتفق على الاشارات، التاتني راح اخذها بوزيتيف والجا اكس راح اخذها نيجاتيف، ومش على كيفي، هذه مش على كيفي. الحركة هي باتجاه اليسار، وبما انه باتجاه اليسار التا اتنين هي على اليسار فبناخدها موجبة، والجا تلاتة اكس هي عكس اتجاه الحركة بناخدها سالبة. بعدين بنقول اف نت، اف نت، اف نت هيك ايش التر، ام شارب ا، كمان بنحط ام شارب ا. بعدين بنقول ناخذ التا 2 هيك موجبه. استاذ ليش ما حطيت الاشاره زائد؟ جنم اللي ما له اشاره اشارته زائد. ناقص جا 3 اكس، جا 3 الاكس هلا يساوي ام 3. استاذ ليش ما اخذت غير الام هذا؟ ليش ما جمعتهم كلياتهم؟ كل مره بنجمعهم، كل مرة بنجمعهم صح، ولكن لما بنحسب الآ سيستم، بس لما بنكب الكتل الثانية بنعيف كتلة واحدة بناخذ بس الكتلة اللي عرفناها.
ام 3 تشارب اه. هلا بنروح بنعوض محلاتهم، تي 2 بنعوضها تي 2 لانه ظلتها مجهوله، ناقص 10. استاذ منين جبنا ال10؟ ال10 جبناها، عم تو حسبناها تو، مو طلعت معنا 10 جاي 3 اكس. اشتر 2 تشارب 1، 2 تشارب 1. هلا 2 تشارب 1 2 خلصنا منها، في عندنا هون ناقص 10، ناقص 10 بتحول لهالطرف، والتي 2 بتضل لحالها. هلا هون تي 2، عم بحاول اسرع بهي الشغله عشان ما نطول فيها بالرياضيات. تي 2 اشتر اكي ارت اون، بس ليش حطيت زائد؟ هي كانت ناقص ام تو. طيب مو حولناها من طرف لطرف؟ لما بنحولها من طرف لطرف بتغير اشارتها، بعدين بيطلع معنا اشتر 12 نيوتن. خلاص هلا خلصت مسألة، وخلص معها الوحدة اللي كنا نحن عم نحل عليها. طيب في مسألة كانت موجودة في أستاذ، ندخل بوحدة جديدة ولا خالصين؟ ايه، هلا انا في مسألة لسه بالكتاب موجودة وما حليناها، تحبوا ندخل بالوحدة جديدة؟ انتوا تحلوها هذيك وظيفة تاخدوها. لا أستاذ، خلينا نحلها وخلي له الوحدة أستاذ لدرس غير أستاذ، لأنه هلا إذا أخذنا نص وهيك طيب ممكن تلبكت. اذا حليناها أستاذ أنا بسرعة راسي صار يجعني لأنه من الصبح لهلا عم بحضر أونلاين. باليوم، بس لسه معنا ربع ساعة وبالتالي رح ناخذ فيها شيء. طيب رح نحلها بخلال 5 دقائق بلكي، اذا حليناها بخلال 5 دقائق نخلصها وبعدين ندخل على الوحدة استاذ يعني المستفادة. حرام اذا صرفتونا قبل شوي. لا يا احمد استاذ مستحيل يعني شو ما. هالشغله استاذ، هن 10 دقائق استاذ، ما بدنا نفوت بوحده جديده استاذ عشان ما هيك تراكم علينا. لا لا الوحدة جديدة راح ادخل عليها، اصلا ما ظل عندنا وقت لتندر، لكن راح ادخل عليها بس دخلي اعرفكم يعني ايش فيها، ايش راح ناخذ فيها، بس هيك مجرد كلام بالعربي يعني. استاذ بعدين بنتعرف، ما لنا مشتهين طيب نتعرف. اوكي. انا برايي عم تتغذى منيح احمد هالايام، راسك عم يوجعك من ايش؟ أستاذ والله ما بعرف، من هموم. والله ايه بجوز من غير شغلات كمان يعني، بس يلا نيسا بعدين نحكي بها الموضوع. هلا بدنا نروح على الصفحة 262 بكتابكم، صفحة 262 أسئلة الوحدة الأولى كلياتها يعني صايرة صفحة 262. بس بدي أفتح عندي على البي دي إف كمان. هلا هون ثواني بس، بس نمحي الشاشة هلا هيك عشان نخلص من هي السؤال الوحدة. الثالث استاذ، سؤال ثالث ما هيك؟ أيوه الثالث صورو اتش عيني مبين 262 سؤال ثالث. أبت لازم نحله استاذ بدون ما انت تطلب. هلا ممكن تحلوه بسرعة، ذاتي أنا راح أحله بسرعة وننهيه يعني، ما بدنا نطول فيه كثير، بس على بين بس ألاقيه بس هون بالبي دي إف. إيه الحمد لله هلا هون وصلنا على الوحدة تمام. قال 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 أبت تمام بلدون. هذا هو السؤال رقم 3 يا عينا، سؤال رقم 3 نكبر شوي الشاشة. طيب هاي سؤال رقم 3، سورة المسيز ما في أحلى من هالكلمة، رائعة جدا. سورة المسيز ما في يعني جاية ما في اف اس وما في جاية، ايوه ما في جاية نعم. وعندنا ام 1 ام أستاذ، 2 ام يطلع 3 فواصل بيطلع معنا فواصل ابد لانه في عنا فواصل. فواصل. المعطيات بتعرفوا تكتبوهم على السريع، ما بدي اكتبهم، انتم بتعرفوا تكتبوهم. يلا بنروح بنقول ايش بدنا، بدنا تا، مشان احسب التا بلزمني احسب الا، ما هيك؟ طيب لازم اول شيء احسب الا، بقول اف نت، اف نت اف نت اشتر ام شارب اه ام شارب اه. هلا بنروح على الشاشه، مين عم باثر على هاي؟ عم باثر عليها جا بير اكس، مثل ام تو ما حل، مثل نفسه نفسه نفسه، لك ليكون هي نفسها. طول بالكم هلا ام 1 يساوي 1 كيلو، ام 2 يساوي 2 كيلو، لا هنيك في 4 كيلو، هنيك في وحده منهم 4 كيلو تمام، بس تقريبا نفس التطبيقه. يلا وهي عم باثر عليها هون كمان جا 3 اكس، هدول هني بس خالصه، بس بدنا نعرف وين عم بروح السيستم، على اليمين على اليسار. ام تو كان عم بروح على اليسار، هلا وين بده يروح؟ هلا هون ام 1 يساوي 1 كيلو، هون 2 كيلو، اكيد راح يروح هيك السيستم، راح يمشي هيك من اليسار لليمين راح يتحرك تمام، وبالتالي هي راح اخذها زائد وهي راح اخذها ناقص وخالصه. بنقوم نعوض محلاتهم
Evet, ütlamana virgül 25 olabilir aslında. Evet, olabilir şimdi. هلا بنروح بنعوض، يلا جا 3 اكس، جا 3 اكس ناقص جا 1 اكس ناقص جا 1 اكس اشتر ام شارب ا. الام نروح بنعوض محلاتهم كلياتهم، يلا ام 1 زائد ام 2 زائد ام 3، بعدين بروح بعوض بالعدد بالاعداد، ام 3 بنسكر القوس نضرب شارب ا، وانا ذاتا عم بحسب ال A. هلا بروح بعوض جا 3 اكس هي ام تشار ب، ام 3 طبعا، ام عفوا هون ايه ام 3 تشار ب، جا صغيره تشار ب سينوس. استاذ ليش حطيت السينوس؟ ما حطيت الكوسينوس، قال انه هون جا اكس بناخذ معها سينوس، ما بناخذ معها كوسينوس. سينوس شو راح احط هون؟ اي زاويه؟ قال وين جا 3؟ طلعوا عليها الام 3 وينها؟ وشو في تحت الزاوية 30؟ ناخذ زاوية 30 سينوس 30 ناقص، هي انتبهوا عليها خطيرة، ما تاخذوا 32 او 32 37، واحدة منهم 37 واحدة منهم 30، هيك مرسوب مكتوبة. ناقص الام 1 جارب جا صغيرة جارب سينوس 37، سينوس 37 كمان ايوه سينوس 30 37 يساوي، نجمعهم كلياتهم بيطلع معنا كتلون ام 1 زائد ام 2 زائد ام 3 5 شارب ا. يلا بنروح بنعوض بالاعداد، ام 3 هي 2 ضرب 10، 2 ضرب 10 ضرب 0.5، منين جبتها؟ كو اعطيني اياها هون هي. ومنقص ام واحد هي 1 ضرب 10 ضرب 10، 1 ضرب 10 ضرب وين هي السينوس؟ شو قد هي؟ 0.6، مو 0.6 هي لازم يكون 0.6، تمام 0.6، بنروح نكتب هون 0.6 اشتر 5 شارب آه. هلا رياضية، يلا نص العشرة 5، 5 في 2 10، نص الع لا 0.6، الصفر بروح مع الفاصلة بيطلع عنا 6، 6 بواحد 6 يعني 10 ناقص 6 اشتر 5 آه، اشتر بيش آه يؤدي، يؤدي 10 ناقص 6 4، بنعمل الحر على المقيد، يؤدي الـ A تساوي الـ A اشتر 4 على 5 لأنه الحر على المقيد، طلعت معنا الـ A تساوي 4 على 5 خلاص. هلا بعد ما طلعت معنا الأربعة الـ A تساوي 4 على 5 بدنا نروح نحسب التاء، وعلشان أحسب التاء لازم أفضي الشاشة. A تساوي 4 على 5 طلعت معنا، يعني بالفعل مثل ما انطوى قال لي حمزة 4 على 5 هو 1.25 صحيح. طيب لا 1.25 دقيقة، 4 على 5 ما هو 1.25، طيب 4 على 5 هو بس 0.8، 6.8 لا 4 على 5 هو 0.8. هلا بعد ما حسبنا الآن نحسب التاء، التاء لما بنحسبها مثل ما اتفقنا، التاء وين موجودة؟ طلع وينها؟ هون. لما بنحسب التاء بنكب الكتل بنعيش كتلة، راح أكب هاي وراح أكب هاي، بروح بتفق مع هاي، هاي التاء عم تشد لفوق، ومين عم يشد لتحت؟ ذاتا جاي اكس، جاي اكس عم تشد لتحت. صوتك عم بقطش. اها تمام، ممكن من الانترنت احمد؟ ممكن من الانترنت؟ يمكن من عندك استاذ بس مو من عندي. انا صوتي واضح هيك؟ انت صوتك جدا ممتاز واضح. واضح استاذ، واضح احمد. طيب اوكي مش مشكلة، ان شاء الله استاذ لما من بيكون عندك انت عم تلقلق. تمام. هلا اذا كان تسجيل، التسجيل اذا كان واضح على الفيديو على اليوتيوب كويس. طول الدرس كان هيك الصوت؟ لا لا هلا هلا بلش بنشي، فتت 5 دقايق قلت بركي من عندي، قربت على الروتر لزقت في الروتر ما لسه هي مشكلة العن بعد. احمد انت اللي عم تلقلق. ها اي والله هلا قدرت تلقلق شوي، ايش ما تلقلق يعني، ما بيجوا لي كلمة.
عبادة انت لما بتحكي ديري، هلا انت هلا شو ما بتحكي ديري، ما هيك احمد عبادة؟ استاذ علمنا اياها. إذا احمد لا هو بده معجم لا لحاله. استاذ هاي لا مثلا بال لا لا استاذ احمد، احمد علمنا اياها لقلقه. لقلقة. هلا والله ما انا يعني سمعت قبل هالمرة بس ما بتذكر وين يعني. نيسا عبادة انت لما بتحكي ديري، هلا انت ما بتحكي ديري ما هيك؟ استاذ هاي مثلا اذا الواحد بكون عم ي ايوه لقلق استاذ، يمكن سمعان لقلق او شيء ممكن ممكن لربما يقولوا له بالدري لقلق. ايه لقلق. طيب نايس. هلا انت ما بتحكي ديري عبادة؟ ها هلا انت لما بتحكي ما بتحكي ديري ما هيك؟ استاذ انا تخلص الدرس ما حاج، استاذ بس ضل سؤال لو خمس سمحت. دقائق. ها لا استاذ تفضل. انا ما بحكي ديري. ما بتحكي ديري، عم تحكي عادي نظام يعني. طيب نيس بنكمل، ايه استاذ، يلا اللهم كمل صل يا احمد. استاذ. هلا انت، احنا لما كتبنا اها ابد صوتك راح وبعد. طيب استاذ، استاذ لما كتبنا متو استاذ، اخذت انت اخذت الام ثلاثة استاذ، ليش ما اخذنا مثلا الام واحد او الام اثنين؟ تمام، بس وين ذكرني وين بالضبط؟ هوني هاي المسألة. استاذ لما كتبنا هون ام لما كتبناها على حسب اف نت قبل هاي استاذ، لما محينا تمام افنت استاذ اخذت. انت حطيت ام واحد اها ضرب ام زائد ام اثنين زائد ام ثلاثة زائد ام اها ثلاثة، استاذ انت اخترت ام ثلاثة وضربناها بعشرة. لا حسبناهم جمعناهم كلهم طلع معنا خمسة، ام واحد زائد ام اثنين زائد ام ثلاثة حسبناهم طلع معنا خمسة. هيك انا بتذكر. على كل حال تسجيل، ممكن نرجع للتسجيل كمان افضل، او هذا على اليوتيوب. يعني استاذ هي 5 ضرب 10 ضرب 0.5. والله ما بتذكر الاعداد بالضبط، بس ايه 0.5 موجود، 10 موجود، نعم مزبوط، وفي 2 كمان. والخمسة استاذ جمعهم. ها مع خمسة، والله ما بتذكر الاعداد يعني امتى وشو عملنا، بس على كل حال الفيديو بما انه موجود ما في مشكلة. على كل حال ظلت 4 دقائق وراح يسكر التسجيل، خلينا ننهي بس هي المسألة وخلاص، ما راح ندخل على البلوم الجديد. هلا اف تساوي ام شاربو بعدين جاوب هو بورصة حمزة تشكلها درن سلندا افت 6.8 ممكن يطلع معنا هيك هيك عدد. هلا اف تساوي ام استاذ شاربو انا قلت لك اياها كمان 6.8، طيب قلت لك اياها 6.8. ها 6.8 ايه 6.8 نعم. هلا الجا اكس ناقص تا ايش التر؟ ليش اخذنا الجا اكس موجب لانه مع الحركه؟ ليش اخذنا التا سلبي لانه عكس الحركه؟ هلا ام واحد شاربو اه خلاص خلينا ننهي بسرعه. جا اكس هو انت وش طلعت معنا؟ 1 ضرب 10 10 في 0.6 طلع معنا 6. 6 6 6 ناقص تا 6 ناقص تا اشتر ما هيك؟ لا ايه 4 على 5 مو 4 على 5 4 على 5 تمام. ضرب الواحد يلي هو ام واحد ما بدنا اياه خلص. هلا ايش نسوي؟ بنحرك هاد لهالطرف، ناقص تا رح تروح لهالطرف وهاي رح تروح لهالطرف. 0.8 ما اريح لك؟ ها؟ اذا حطيت 0.8 ما اريح لك؟ والله اريح، بس 0.8 اذا حطيناها طيب بس هون ناخذنا راح تطلع معنا ناقص ثواني بس. بالفعل راح اخذ انا 0.8. هاي اذا اخذت 0.8 الاربعة على خمسة اذا اخذت 0.8 افضل لي. اذا حركت هاي للطرف الثاني راح تصير اشارة ناقص، يصير عندي 6 ناقص 0.8 يطلع معي 5.2. معناته في عندنا هون حركة خطأ ممكن. جي اكس ناقص تا جي اكس انت طلع معنا حطي ناقص جي اكس ناقص جي اكس لازم يكون هون. ايه تي ناقص تي جي اكس. ها تي ناقص جي اكس بس لا الحركة هون كان تمام، الحركة هون على اليسار على اليمين صح، الحركة هون على اليمين تمام. انا بقول شو انا بطلع معنا الحركة هون على اليمين لانه انا مو حلينا ما قبل مسألة نفسها بالضبط، بس الحركة كانت على اليسار او هي اللي لخبط الموضوع. هلا هون الحركة كانت على اليمين لانه هي اتقل، ام 3 اتقل، معناتها تي ناقص جي اكس تي ناقص جي اكس تي ناقص جي اكس. هلا لما نروح نعوض، هلا بنروح بنعوض تمام، بنقول تي
مجهول ناقص 6 يساوي 0.8 أبد. بوينت 0.8، لأنه 4 على 5 هو يساوي ذاته 0.8. على الآلة حاسب بالظبط مبين معكم، في إله طريقة كمان، انظر الطرفين بسطوا المقام باثنين بيطلع معي. هلا بناخذ الناقص 6 لفوق لهون بيطلع معنا 6.8، لأنه بنجمعهم. طيب علشان ننهي، الجواب هو أبت بورصة، الجواب هو طلع معنا بورصة. تشكر أدير، ما رح ندخل بالبلوم الجديد اليوم، إن شاء الله بكرة، بكرة إن شاء الله ندخل بالبلوم الجديد. يلا هذه يا شمال، الله يقاسم.